بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم في درسنا السابع من كورس سيتريكس زين سيرفر 6.1. تعلمنا من خلال الدروس السابقة على انترودكشن سيتريكس، عن تكنولوجيات سيتريكس، عن الزين سيرفر، عن ازاي نعمل انستليشن للزين سيرفر ونعمل اتصال بيه مع الزين سنتر، ازاي نقدر نعمل كونفيجريشن مبدئيه، وازاي نقدر نعمل كونفيجريشن للاستورج، وازاي نعمل كونفيجريشن للنتورك ومكالمه سويتشات عندنا. كل ده بنعمله من اجل شيء واحد، وهو ان احنا نقدر نبني النتورك بتاعتنا ونبني السيرفرات بتاعتنا على انفراستراكشر كلها فيرتشواليزيشن. عشان نقدر نبني كل الانفراستراكشر بتاعتنا تبقى فيرتشواليزيشن، لازم نتعلم ازاي نقدر نكريت فيرتشوال ماشين. كل هدفنا من الدروس اللي فاتت كانت عمليه تحضيريه لدرسنا النهارده، هو ازاي تقدر تكريت فيرتشوال ماشين. بعد ما عملنا انستليشن للسيرفر واكتفناه وعملنا الاستورج وعملنا النتورك، جه الوقت المهم قوي عندنا وهو ازاي تكريت فيرتشوال ماشين. يمكن من اكتر الحاجات اللي هتستخدمها في حياتك، او الاكتر حاجات اللي هتقوم بعملها بشكل يومي، هي ان انت تقدر تكريت فيرتشوال ماشين، او تقدر تعمل اديت للفيرتشوال ماشين، او كوبي للفيرتشوال ماشين، او كلون، او سناب شوت، او كونفيرت الفيزيكال الى فيرتشوال وغيرها. ده اكتر حاجه هتعملها بشكل يومي في شغلك، لان انت مش كل يوم هتعمل انستليشن للسيتريكس او هتعمل كونفيجر للستورج او للنتورك، انما هتكون بشكل يومي تقدر تعمل مينتيننس وامبلمنت لنيو فيرتشوال ماشين، وتعمل مانج وترابل شوتنج لفيرتشوال ماشين اوريدي موجوده عندك. لذلك الدرس بتاعنا النهارده هيكون درس مهم قوي، درس هيبقى فيه اكتر من موضوع واكتر من نقطه، وعاوزين كل الناس تركز فيه قوي، لان هو ده اساس الشغل بتاعك اليومي. ده اكثر حاجه هتعملها عندك في الحياه العمليه عندنا. هنتعلم في الدرس ده انواع الفيرتشوال ماشين، وازاي نقدر نكريت فيرتشوال ماشين، والفيرتشوال ماشين الهاردوير الماكسيمم بتاعها كسي بي يو وستورج وهارد ديسك ونتورك، والسيتريكس تولز والتمبلت والكلون الفي ام والكونفيرت الفي ام والسناب شوت والفي اب والدايناميك ميموري عندنا. كل نقطه من النقط دي كلها مهمه هتستخدمها في حياتك العمليه عندنا، لذلك هناخدها نقطه نقطه عندنا. نبدأ عندنا بالفي ام. طبعا كلنا عارفين الفيرتشوال ماشين ديت عبارة عن ايه، هي نفس الديزاين اكنك عندك فيزيكال ماشين، لكنها بدل ما بتعمل انستليشن للاو اس ده دايركت على الهاردوير، ان احنا في الفيرتشوال بنعمل انستليشن للاو اس ده في فيرتشوال هاردوير مبني على لاير فيرتشواليزيشن لاير زي ما احنا شايفين. ده الهاردوير بنعمل فيرتشواليزيشن لاير اللي هو على سبيل المثال زين سيرفر او الهايبرفايزر بتاعنا، وبعد كده بنعمل انستليشن للاو اس بتاعنا داخل الهاردوير الفيرتشوال مبني على الزين هايبرفايزر عندنا. الكونسبت ده طبعا موجود عندنا، والكونسبت ده هو ستاندر سواء عند فيم وير او سيتريكس او مايكروسوفت او غيرها من الشركات. ازاي نقدر نكريت فيرتشوال ماشين؟ لينا اكتر من اسلوب عشان تكريت فيرتشوال ماشين. لما تبقى خلاص مجهز السيرفر بتاعك، عاوزين نعمل كرييشن للفيرتشوال ماشين. اول طريقه ان انت ممكن تكريت فيرتشوال ماشين، نيو فيرتشوال ماشين خالص جديده، مش اكزيستنج ولا امبورت ولا اي حاجه. هنعمل ويزرد وهنشوف مع بعض. انت هتكريت فيرتشوال ماشين وهتختار الاو اس وتختار الاستورج وتختار النتورك والسايز بتاع الاستورج وغيرها من الاوبشنز عندنا. او ان انت لو عندك اوريدي سيرفرز ديت فيزيكال ونازل عليها الاو اس ونازل عليها الكونفيجريشن بتاعتها والابلكيشن والداتابيز وغيرها، فاحنا هنا مش عاوزين نبني ماشين ونبدا العمليه من الاول ان انا انزل ويندوز واعمل الابلكيشن والكلام ده، انما انا ممكن احول الفيزيكال ماشين الخاصه بيا الى فيرتشوال. وده هنستخدم التولز اللي اسمها كونفيرت في وقتها، هنعمل كونفيرت للماشين الفيزيكال الى فيرتشوال. او ان انت لو عندك اوريدي الماشين ديت فيرتشوال لكنها مبنيه على سبيل المثال فيرتشوال خاص بمايكروسوفت او الفيرتشوال الخاص بفي ام وير، ممكن نعملها كونفيرت الى الفيرتشوال الخاص بالزين سيرفر، وده بنسميه الفيرتشوال تو فيرتشوال الفي تو في. او لو انت عندك ابلاينس، ابلاينس عباره عن فيرتشوال ماشين جاهزه عندك، كنت عملت لها اكسبورت من زين سيرفر، او ان انت كنت جايبها جاهزه، ويبقى الجاهزه دي بيبقى لها صورتين يا جماعه، يا اما OVA يا اما OVF، ودي شفنا ليهم مثال قبل كده ما كنا بنعمل امبورت لماشينز اللي هي بتاع الايفالويشنز الخاصه بالسيتريكس ايفالويشن لانسز. عملنا امبورت الماشينز عندنا، الماشين دي بتبقى نازله جاهزه معموله باكستنشن يا OVA يا OVF، وده كونسبت اساسي عند كل شركات الفيرتشواليزيشن زيها زي شركه VMware على سبيل المثال. وهوريكم برضك ازاي نعمل امبورت لاكزيستنج فيرتشوال ماشين. لكن قبل ما نكريت ماشين او نعمل كونفيرت الماشين او نعمل امبورت الماشين، عاوزين نعرف احنا مالين نكريت الماشينز اللي عندنا. باي ديفولت شركه سيتريكس عامله لنا تمبلت جاهزه نختار فيها الاو اس اللي احنا محتاجينه، نختار فيها طبيعه الاو اس ده سواء لينكس او ويندوز، الفيرجنز الخاص بيه، ويندوز اكس بي، ويندوز 7، ويندوز فيستا، ويندوز سيرفر وغيرها. وهنشوف ده واحده من كريت الفيرتشوال ماشين. لكن قبل ما اتكلمت الفيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين عندنا ليها ماكسيموم هاردوير عشان نقدر نكريتها، بمعنى لما كريت ماشين جديده، الماشين الخاصه بيا دي سواء لينكس او ويندوز او ايا كان، ما تقدر تكريت فيها اكتر من 16 سي بي يو، وهنا فيرتشوال سي بي يو بنقصد بيها الكورز، يعني ما ينفعش اكريت ماشين فيه اكتر من ماشين ويندوز ما اقدرش اكريت فيها اكتر من 16 كور، ما تنفعش تشتغل باكتر من 16 كور، وده رقم كبير في الحياه العمليه مش متوفر كتير، بالذات لو انت على سبيل المثال عندك بروسيسورات زي 4 كور، فانت بالتالي ماكسيموم بتاعك لو السيرفر بتاعك فيه 2، فبالتالي هيكون ماكسيموم ممكن تكريته للماشين 8. ده الفيرتشوال كور وليس الفيزيكال بروسيسور. اما لو عندك لينكس، اللينكس يقدر نعمل فيرتشوال ماشين تحتوي على 32 كور ماكسيموم بير فيرتشوال ماشين. طبعا الفيرتشوال ماشين ديت لما نتكريت ان هي هتشتغل ب 32 كور، مش معنى ان هو حجزتهم ليها على مستوى السيرفر، انما ممكن ماشينز تانية تتكريت على نفس السيرفر وتشاركهم في ال 32 كور اللي احنا اعطيناهم لاحدى الفيرتشوال ماشين عندنا. ده طبعا بيتبني على اساس خواص الاس ام بي اللي هي سايمتريك مالتي بروسيسنج الموجوده في تكنولوجيا الفي تي في اي بروسيسور سواء انتل او ام دي. بالنسبه للهارد ديسك، ما ينفعش نكريت اكتر من 7 هاردات ديسك باستورج ممكن توصل ل 2 تيرا كل هارد ديسك. نفس الموضوع في اللينكس هو نفسه في الويندوز. بالنسبه للسيدروم ما بقدرش اكريت اكتر من 1 سيدروم، وده كفايه جدا مش هنحتاج اكتر من كده، مفيش سبب انت تكريت اكتر من كده اساسا. بالنسبه للفيرتشوال نتورك او الكروت النتورك اللي هركبها في الفيرتشوال ماشين، طبعا دي فيرتشوال كارت نتورك ممكن تكريت لغايه ماكسيموم 7 كروت نتورك، و7 كروت نتورك دول فيرتشوال، مش لازم يكون عندك 7 فيزيكال قبالهم، لا انا ممكن اكريت ال7 دولت يعملوا كونكت في الاخر على 1 فيزيكال كارت نتورك انترفيس في السيرفر الزين سيرفر عندنا. ده الهاردوير الماكسيموم اللي ممكن اكريت على اساسه اي فيرتشوال ماشين عندي. باي ديفولت لما دلوقتي نيجي لاول حاجه واروح اكريت فيرتشوال ماشين، شركة سيتريكس عامله لنا الاتاحيه ان انا اكريت فيرتشوال ماشين ازاي. رايت كليك على السيرفر الزين سيرفر واقول نيو في ام، هتلاقي جايب لي تمبلت جاهزه. التمبلت ديت تمبلت فاضيه، مش معنى تمبلت انا اللي هناخدها كمان شويه ان هي نسخه ويندوز جاهزه، انما هي عباره عن بتختار نظام التشغيل اللي انت عاوز تعمل له تكريت بيه فيرتشوال ماشين. على اساس الاختيار ديت شركة سيتريكس بتفترض لك البيست هاردوير ريكوايرمنت لنظام التشغيل اللي انت هتنزله ده. يعني على سبيل المثال لو قلت مثلا ويندوز 7 هيقول لي مثلا هتحتاج 2 جيجا رام، هتحتاج 24 جيجا هارد ديسك سايز. اما لو ويندوز 7 على سبيل المثال او ويندوز سيرفر هيقول لي هتحتاج 4 جيجا رام، هتحتاج هارد ديسك 40 جيجا وهكذا. فده معناه ان احنا كل على اساس الاختيار بتاعنا بيبقى عامل لنا ريكومنديشنز هاردوير عشان بتكون موجوده بيلت ان عندنا جوه الفيرتشوال ماشين. لكن انا عندي استطاعه ان انا ممكن اغير الفيرتشوال ماشين بتاعتي ديت الهاردوير سيستمز بتاعتها واضيف ليها هاردوير اكتر، ممكن ازود الهارد ديسك، ممكن ازود الرامات، ممكن ازود عدد الكورز اللي هو فرضها لي. الجميل في الموضوع ان مش بس شركه سيتريكس عامله لنا اختيارات للاو اس، لا ده كمان عامله لنا بعض السوفت وير، بمعنى ان هي لو عامله لنا بعض الحالات لو هتعمل انستليشن لويندوز سيرفر 2008 على سبيل المثال، وهتعمل انستليشن على الويندوز سيرفر ده هتعمل انستليشن للسيتريكس زين اب، سيتريكس زين اب اللي هو بيعمل بورتابل ابلكيشن تيرمينال وعليه ابلكيشن بشكل بورتابل، وتقدر تخش عليها عن طريق التيرمينال سيرفيس وتاكسسها وتشتغل بيها. فبيفرض ان انت لو هتعمل ويندوز سيرفر مع زين سيرفر زين اب سوري، فلذلك هتحتاج بعض الهاردوير معين هو بيقترحه عليك. دي كلها اقتراحات يا جماعه، سواء لينكس او ويندوز او اي شيء تاني غير الويندوز واللينكس وغيرها عندي، لكن انا في النهايه ممكن اغير هذه الاقتراحات وازود عليها زي ما انا عاوز. على سبيل المثال لو قلنا ان احنا عاوزين ننزل مثلا ويندوز 7 32 بت، لو احنا مش يعني كل طبعا هذه الاو اس اللي مختارينها دي معمول لها تيست اندر شركه سيتريكس. في طبعا ممكن حد يسال طيب انا عاوز اعمل انستليشن لاكس بي او ويندوز 2000، ما دام هي مش موجوده هنا ده مش معناه ان هي ما تقدرش تنزلها، لا انت ممكن تقدر تعمل لها انستليشن، لكنها مش بتكون معمول لها تيستد على السيتريكس، ممكن تلاقي في مشاكل في تعريف كارت الصوت مثلا، تعريف كارت النوت بوك او غيرها، لذلك هم ما بيحطوش حاجه الا اذا كانت تيستد جدا عندهم ومجربينها على السيتريكس قبل ما يعملوها يضيفوها عندنا في التمبلت ليست اللي قدامنا. هنختار مثلا ويندوز 7 32 بت، تسمي الاسم بتاع خاص بيه او تسيبه شكل ما انت عاوز. هنختار الايزو الخاصه بينا او السي دي اللي هيعمل لها انستليشن منها، سواء انت بتكون موجوده الدفدهايه الخاصه بالويندوز 7 موجوده في السيد روم الموجوده في السيرفر الزين سيرفر الخاص بيك، او ان انت بتعمل كونكت على ايزو لايبرري انت لو معرفها عندك اوكي، او ممكن تعمل بوت فروم نتورك لو انت شغال خاص الدبليو دي اس الخاصه بمايكروسوفت. طبعا الدبليو دي اس مش موجود في اللينكس الاوبشن ده. هنختار على سبيل المثال ان احنا عندنا السيدهايه، او ان انت ممكن تكريت عندك نيو ايزو لايبرري من هنا لو انت عندك اوريدي فولدر شير سواء NFS او CIFS وبيحتوي على الايزو الخاصه بنسخ الويندوز عندك، ممكن تضيفها عندك بشكل ممكن نشوف دلوقتي. ممكن على سبيل المثال اقول له عند NFS اللايبرري واقول له الشير بتاعي موجود هنا على السيرفر. الكلام ده خدناه قبل كده واحنا بنكريت الاستورج. دلوقتي هيعمل كونكت مع هذه الايزو لايبرري عن طريق بروتوكول الان اف اس، وهيعرض لك كل ملفات الايزو موجوده في الفولدر ده. على سبيل المثال اهوت ان اف اس لايبرري زي ايزو لايبرري، ودي كل نسخ الويندوز او اللينكس اللي موجوده عندي في هذا الفولدر اللي انا مشيرهم بالان اف اس. اختار على سبيل المثال نسخه الويندوز هذه المعدله، بيسالني على اي سيرفر هحط هذه الفيرتشوال ماشين. طبعا انا عامل من غير بول، فبالتالي انا عندي سيرفر واحد اللي واقف عليه، فبالتالي زين سيرفر زين 1. لو انا عندي كان لو بول، وده هنعرف يعني ايه بول في الدرس القادم، كان هيعرض لي اسم البول واقدر اختار من اي سيرفر سواء زين 1 او زين 2. بيفرض لي هنا فرضيه ان انت لو ويندوز 7 32 بت هتحتاج 1 كور بس، وهتحتاج 2 جيجا ميموري. ممكن ازود عدد الكور او ممكن اقللها على حسب ما انا عاوز، او ممكن ازود الميموري او اقللها زي ما انا عاوز. بالنسبه للهارد ديسك بيسالني ان انت هتكريت هارد ديسك، هو باي ديفولت فرض الفرضيه ان انت هتكريت هارد ديسك حجمه 24 جيجا موجود على اللوكال ستورج. طبعا ما عنديش ستورج سان او شيرد ستورج كنت ممكن اختار فيها، ولكن ممكن اعدل في الستورج بتاعتي، ممكن تزود عليها، ممكن اخليها 40 جيجا، لكن للاسف ما ينفعش تقلل منها، ما ينفعش مثلا اخليها 20 جيجا، لانها ممكن ازود فيها مثلا ولا اخليها 25 جيجا، فهنا انت ممكن تزود لكن ما اقدرش تقدر تقلل هنا. ولكن ممكن اضيف هارد ديسك تاني زي ما انا عاوز، اسمي الهارد ديسك الجديد ايه واضيفه عندي باي سايز انا محتاجه، او ممكن امسحه في اي وقت عندي. نيكست. هنا بيسالني على كارت النتورك، باي ديفولت هو بيبقى كارت نتورك واحد جوه الفيرتشوال ماشين ديت، وبيسالني على السويتش لو انا عندي اكتر من سويتش عندي اللي هو نتورك 0 او نتورك 1، سواء السويتش ده كونكتد على الكارت الفيزيكال او فيرتشوال سويتش برايفت لان بيعمل اتصال بين فيرتشوال ماشين بينهم بعضها بس، وعرفنا طبعا الفرق ده في الدرس اللي خدناه السابق في درس رقم 6. ممكن اضيف اكتر من كارت نتورك تاني لو ده طبعا عندي اكتر من سويتش، او ان انا عاوز اكاريت اكتر من كارت حتى على نفس السويتش. وبختار الماك ادرس لو انا عاوز ادخله استاتيك بايدي، او ان انا هو اوتو جنريت للماك ادرس عندي. لو عندي كواليتي اوف سيرفيس ممكن اعمل قيمه هنا للكواليتي اوف سيرفيس الخاصه بالباندويث الخاصه بالفيرشوال ماشين. كده يكون انتهينا من الكونفيجريشن. اخترنا ايه نوع الاو اس بتاعنا، بنسميها هنا تمبلت. طبعا التمبلت ديت فاضيه، مش تمبلت اللي هي او اس كامل واعمل منه كوبي زي ما هنشوف قدام. هنسمينا الاو اس الفيرشوال ماشين ديت ايه. هنعمل داونلود او سوري انستليشن من اي سورس من السي دي روم من خلال الايزو ديت. الماشين دي هتتكرت على السيرفر اسمه زين 1، والفيرشوال بروسيسور بتاعها هو عباره عن واحد كور، الرامات 2 جيجا، الهارد ديسك 25 جيجا، والنتورك عندنا كارت نتورك واحد. كده هنكريت نيو فيرشوال ماشين، واسيب الاوبشن لا ستارت نيو فيرشوال ماشين اوتوماتيك. يعني مجرد ما هو هيكريتها هيبدا الفيرشوال ماشين تحصل لها ستارت بوت. طبعا هي اول ما يحصل لها بوت هيظهر اسمها هنا دلوقتي عندنا، ونقدر نخش على الكونسول الخاص بيها. دلوقتي هو عمل لها امر بوت اهوت في تحت ستارتنج. نفتح الكونسول هنلاقيها دلوقتي هتبدا تبوت. هتبوت من ايه؟ طبعا لان او اس فاضي تماما، من خلال الايزو الخاص بينا اللي هو ويندوز 7. دي نسخه معدله خاصه بالموقع، معمول لها ان اتنت، ما بتسالناش على اي حاجه الا هو سؤال واحد بس اللي هو خاص بالشوز الهارد ديسك اللي هتعمل انستليشن عليه. ايا كان طبعا نسخه الويندوز او اللينكس اللي انت هتعمل لها انستليشنز، بتعمل انستليشن بشكل بسيط جدا وبشكل سهل جدا زي ما انت متعود. ديت ما بتختلفش هنا كانستليشن للاو اس سواء فيزيكال او فيرشوال. الستبس واحده اللي هي بتختار الهارد ديسك والاكس ترانسمنت واللاينسز وغيرها من الاوبشنز اللي بتعملها وانت بتنزل الويندوز بالشكل. هنختار البارتيشن اللي هنعمل عليه انستليشن. لاحظوا هو مساحته 25 جيجا، دي نفس السايز اللي انا اخترته وانا بكريت. ممكن تعمل طبعا تقسيم الهارد ديسك ده، او ممكن تعمله كبارتيشن واحد وتعمل انستليشن على الاو اس الخاص بينا. لو اتنقلنا الاو اس اوريدي عملنا له انستليشن، هي نفس النسخه لكن بالفعل عملنا انستليشن ليه. هنلاقي ده مثلا سبيل المثال ده ويندوز 7 اللي احنا عملنا له انستليشنز. الويندوز 7 ده اوريدي فينيش انستليشن. اول خطوه تعملها بعد ما تعمل انستليشن لاي نظام تشغيل سواء ويندوز او لينكس او سولاريز او غيره، بتعمل اول خطوه بعدها ان انت بتعمل انستليشنز ليه تولز سيتريكس تولز، سواء ده الفيرشوال ماشين مكريتها جديده او عمل لها بي تو في او عمل لها امبورت. والامبورت نادرا ما تحتاج لان هي بقى دخلت بتكون معمول فيها سيتريكس تولز ديت لو هي امبورت من اوف اي او اوف اف. لكن عملت امبورت من ماشين عاديه ممكن تحتاج هنا تنزل سيتريكس تولز. السيتريكس تولز عباره عن تولز، بعض التولز كده البلاجنز وبعض التولز الهاردوير وبعض التولز الدرايفرز اللي شركه سيتريكس عاملاها عشان تقدر تعمل انهانسمنت للبرفورمانس الخاص بالفيرشوال ماشين. بتظبط لنا الكواليتي الخاص بالشاشه، بتظبط لنا الكواليتي الخاص بسرعه النتورك، بتظبط لنا بعض الفيتشرز الاضافيه اللي بتنضاف جوه الفيرشوال ماشين دي. ده نفس الموضوع موجود عند شركة في ام وير اللي اسمها في ام وير تولز، وموجود براك عند شركة مايكروسوفت في الهايبر في، لكن هو بيقدر يعمل لها انستليشن بشكل اوتوماتيك مجرد ما نكرت الماشين في الهايبر في. لكن احنا هنا هنعمل انستليشن للفي ام وير السيتريكس تولز. السيتريكس تولز عشان اعملها بفتح من السيد روم او الدي في دي، بختار في هنا اكس اس تولز. دي باي ديفولت موجودة بداخل كل سيتريكس سيرفر، دي ما بجيبهاش من اي مكان بره، هي موجوده باي ديفولت في السيتريكس سيرفر من الداخل. بختارها وهعمل انستليشن ليها عندي على الفيرشوال ماشين. كل فيرشوال ماشين لازم اعمل الخطوه ديت عليها. لو ما عملتهاش الفيرشوال ماشين هتشتغل، مش مفيش مشكله، لكن انت كده اكنك ما بتشتغلش بالفول فيتشر او بالفول اوبشنز الخاصه بالفيرشوال ماشين بتاعتك. لذلك ريكومنديشن بشده ان انت تعمل انستليشن للفيرشوال ماشين دي. عمليه الانستليشن في غايه السهوله ما فيهاش اي مشكله، كلها نيكست نيكست، وبتعمل انستليشن لدرايفر وبعض السوفت وير اللي بينزل عندي. طبعا الدرايفر ده الخاص بالنتورك والخاص بالاستورج عندي، وبالنسبه للجيست ايجنت ديت بعض السوفت وير اللي بيعمل ارتباط بين الفيرشوال ماشين وبين السيرفر، بيعرفنا الاسم الماشينز اللي جوه والاي بي بتاعها والستيتس بتاعتها وغيرها. في بعض الحالات في بعض الفيتشر مش هنقدر نشغلها الا اذا كانت عندنا VMware Tools موجوده على هذه الماشين. بعد ما نعمل انستليشن هنحتاج نعمل ريستارت للماشينز اللي احنا عملنا لها انستليشن للسيتريكس تولز، سواء ويندوز او لينكس نفس الكونسبت. بتضيف الايزو فولدر فايل اللي بيحتوي على التولز الخاصه بسيتريكس، لكن طبعا الانستليشن بيختلف في اللينكس. الناس اللي عندها اكسبيرينس في اللينكس هيبقى الفولدر ده او الايزو ده تتفتح كانها سيد روم وبيبقى فيها ملفات RPM بعمل لها انستليشن عندي على حسب نوع الاو اس، لكن طبعا كمايكروسوفت بتحتوي الايزو ده على ملف MSI بعمل له انستليشن شكل ما احنا شفنا دلوقتي. بعد ما تبوت الماشين دي هنلاقي ان الريزوليوشن بتاع الشاشه بقى اكبر، كارت النتورك بقى سرعته اعلى، الاستورج نفسها بقت اسرع لان هو بيشغلها بحاجه اسمها بارا فيرشواليزيشنز. دي اوبشن ان هو بيقدر يعمل كونكت دايركت بالاستورج اللوكال الموجوده في السيرفر، سواء سان او سواء اتاتشد ستورج موجوده جوه السيرفر. ده بيزود البرفورمانس بشكل كبير على الفيرشوال ماشين عندنا. بيكمل عمليه الانستليشنز دي مش بتستغرق الا بعض الثواني البسيطه، وبعد كده بينتهي من عمليه الانستليشن تماما للتولز عندنا. ده الريزلت للحاجات اللي هو هيعمل لها انستليشنز، بينزلها انستليشن دلوقتي عندنا. كده السيتريكس تولز تم الانتهاء من الانستليشنز الخاص بيه. بعد ما ننتهي عندنا بنعمل done finish، خلاص الانستليشنز عندنا للسيتريكس تولز. الخطوه دي باكد عليها محتاجه على اي نظام تشغيل عملت له انستليشن او عملت له كونفيرت من فيزيكال الى فيرتشوال او عملت له امبورت لفيرتشوال ماشين، ما عدا الاو في اي او الابلاينس الخاص بشركه سيتريكس، لان دول بيكونوا اوريدي معمول انستليشن ليهم بشكل مسبق للسيتريكس تولز عندنا. لما دلوقتي اجي في جنرال واعمل انستليشن للتولز بلاقي ان هي دلوقتي بيجيب لي حاجه كده الفيرشواليزيشن ستاتس، ان هو بيجيب لي حاجه اسمها اوبتمايز والفيرجن بتاع السيرفر بتاعي، وهو ده مش السيرفر فيرجن انما هي دي التولز فيرجن الموجوده على الاو اس الخاص بتاع الفيرشوال ماشين بتاعنا. لو ما عنديش يا جماعه السيتريكس تولز معمول لها انستليشن هنا زي الفيرشوال ماشين ديت، وجينا هنا في جنرال هلاقي هنا الاوبشن اسمه زين سيرفر تولز نوت انستول. معنى كده لازم انزل السيتريكس تولز عشان اقدر اشوف الستاتس بتاعه الفيرشوال ماشين الخاصه بيا دلوقتي. زي سبيل المثال ده مثلا مش عارف ايه نظام الاو اس بتاعنا، لكن لو جينا هنا بنعرف الاو اس بتاعنا عامل ايه بالظبط. بنجيب بنعرف طبعا معلومات كتير عنه، وبنعرف بعض الفيتشر مش هتشتغل الا لما ننزل السيتريكس تولز عندنا. بكده نكون شفنا ازاي نقدر نكريت فيرشوال ماشين فروم سكراتش، فيرشوال ماشين جديده تماما وبنينا جواها الاو اس. طيب لو في حاله ان احنا عندنا فيرشوال ماشين جاهزه اللي هي نقدر نعمل امبورت الفيرشوال ماشين. امبورت الفيرشوال ماشين دي بنقصد بيها حاجتين اتنين، يا اما انت كان عندك فيرشوال ماشين عملتها اكسبورت قبل كده، جينا الفيرشوال ماشين وعملت لها اكسبورت عندك. لما نعمل اكسبورت الفيرشوال ماشين بعد كده ممكن نعملها في اي وقت امبورت، دي مفيش مشكله فيها. او ان كان في حد كان عنده فيرشوال ماشين وكان عامل لها اكسبورت وخدتها منه وعملت لها اضافه عندك. او المثال الاكبر اللي ممكن نشوفه وهو ان انت بتعمل امبورت الفيرشوال ماشين عباره عن ابلاينس، وكلمه ابلاينس قلنا عليها قبل كده ليه عباره عن ايه. كلمه ابلاينس عباره عن فيرشوال ماشين جاهزه شركات بتعملها بتحتوي او اس وابلكيشن معين خاص بيهم، ومعموله فيها كل الكونفيجريشن ومعموله فيها سكريبتات ان هي بتقدر مثلا على سبيل المثال اول مره تشتغل بتسالك على الاسم واليوزر نيم وباسورد واي بي وغيرها من الاوبشنز وبيضيفها جوه الفيرشوال ماشين في اول مره هي بتشتغل فيها. الفيرشوال ماشين الجاهزه دي بنسميها كلمه ابلاينس، عباره عن فيرشوال ماشين جاهزه. والابلاينس دي صورتين اساسيتين، اللي هو بيكون اكستنشن OVA او OVF. ال OVA عباره عن ملف واحد بيحتوي الفيرشوال ماشين والكونفيجريشن بتاعته، الاوفياف بيكون عباره عن ثلاث ملفات، ملفات للكونفيجريشن، وملف للهارد ديسك، وملف للتشيك لحاله الماشين. في عند شركه سيتريكس في نوع ثالث من الابلاينس اسمه XLA، وده نوع خاص بشركه سيتريكس بس، لكن الاشهر عندنا كابلاينس هو الOVA والOVF. وعلى فكره شركه فيم وير سبورت لهذين النوعين بالظبط عندها، وبتعمل لهم امبورت بشكل عادي تماما. على سبيل المثال لو قلنا ان احنا عندنا فيرتشوال ماشين جاهزه وهنعمل لها امبورت، وده بالفعل عندنا عند اكتر من فيرتشوال ماشين جاهزه كنا منزلينها من شركه سيتريكس. على سبيل المثال السويتش عندنا، او اللود بالانس WLB، او الويب سيرفيس اللي عملنا شفناها قبل كده بتعمل ايه عندنا، عمل لها امبورت. هتلاحظ على سبيل المثال في نوع اسمه XVA ده الاكستنشن الخاص بشركه سيتريكس، لكن في بعض السوفت وير واللي هو الاشهر هتلاقي الاكستنشن بتاعه OVA او OVF، ده شكل وده شكل عندنا، لكن الشكل الاشهر هو OVA والOVF. طريقه الامبورت بتاعتهم واحده، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا في طريقه الامبورت، لكن بقول لكم على نوعيه الاشكال. XVA ده خاص بشركه سيتريكس فقط، حتى ما اقدرش اعمل له امبورت على اي بلاتفورم فيرتشواليزيشن شكل فيم وير، بعكس الOVA والOVF ممكن اعمل له امبورت على اي بلاتفورم زيه زي الفيم وير. طيب عاوزين نعمل مثلا امبورت للويب سيرفيس، الويب سيرفيس ديت هنضيفها دلوقتي عندنا. الفيرتشوال ابلاينس عباره عن OS كامل، يعني هو ده بيبقى OS جواه ويندوز لينكس او ويندوز ايا كان، جوه الابلكيشن اللي هم مجهزينه عندنا. شركه سيتريكس وشركه فيم وير بيبقى عندها بعض الابلاينس الجاهزه، وفي شركات تانية سيرت بارتي بتنزل ابلاينس شكل شركه سيسكو، بتنزل سويتشات ابلاينس جاهزه او فاير وول او غيرها من الابلاينس الجاهزه. بختار السيرفر اللي هعمل امبورت عليه للابلاينس ديت، الستورج هيعمل امبورت دلوقتي للستورج. هنضيف كروتين نتورك، انا هضيف كارت نتورك واحد واحدد ان هو هيشتغل مع انهي سويتش لو عند اكتر من سويتش، واعمل ستارت واقول ان هو الاوبشن الخاص بيه ان هو يعمل امبورت. دلوقتي بيعمل امبورت للماشين، طبعا بتاخد وقت على حسب حجمها، ان هو بيعمل كوبي منها من الهارد ديسك الخاص بينا الى الاستورج الخاصه بالسين سيرفر، بيعتمد على حجم الملف وسرعه الاستورج وسرعه السبيد بتاع الكارتين نتورك. لاحظوا ان هو باي ديفولت الاو اس بتاعها عباره عن سنتوس لينكس 5.5، ومن بعد ما تعمل لها امبورت اوتوماتيك هيعمل لها ستارت عندي. طبعا هو مش موضوعنا ان احنا نشوف ايه جوه الفيرتشوال ماشين ديت او ايه الابلكيشن اللي فيها، انما انا بوريك بس مثال ل OS جاهز عباره عن ابلاينس بعمل له امبورت. دلوقتي بيبدا عندي ايا كان هيبدا بايه، ويندوز او لينكس او ايه محتوى هذه ال OS، ده مش موضوعنا ومش هتفرق معانا في حاجه، انما انا وظيفتي انتهت بمجرد ما انا بعمل امبورت للفيرتشوال ماشين وبسلمها للشخص اللي محتاجها، وهو بيبدا يعمل الكونفيجريشنز الخاصه بيها. يبقى دلوقتي شفنا ازاي نقدر نعمل امبورت للفيرتشوال ماشين عندنا. نشوف الطريقه الثالثه من كرييشن الفيرتشوال ماشين، وهي عن طريق ان احنا بنقدر نعمل كونفيرت الفيرتشوال ماشين سابقه اللي هي V2V، سواء من VMware الى سيتريكس او Hyper-V الى سيتريكس، او من خلال ان احنا بنحول P2V اللي هو Physical to Virtual، بحول Physical PC او Physical Server الى Virtual Machine. ده بنحتاجها لما بنقدر نعمل، لما already existing عندنا existing Data Center Physical عاوزين نحولها الى Virtual، فده الطريق الاسهل عندنا. شركة سيتريكس عاملة تولز خاصة بيها بتقدر تعمل عملية التحويل ده، وهنشوف دلوقتي بتحول من اكتر شيء لاكتر من فروم لتو باكتر من اسلوب. وفي بعض الشركات الاخرى بيبقى عندها سوفت وير ثيرد بارتي ممكن استخدمه في هذه عمليه التحويل، لكن احنا لان احنا هنستخدم بس السوفت وير الخاص بشركه سيتريكس، هنشوف ازاي نقدر نعمله دلوقتي. السوفت وير الخاص بشركه سيتريكس ممكن انزله بشكل مجاني من شركه سيتريكس، ده سوفت وير اللي هو زين كونفرتر، في 32 بت و 64 بت، بعمل له انستليشنز على السيرفر اللي هحتاج اعمل له منه نسخه او اللي هعمل منه كونفيرت، بشغله بعمل له انستليشن على السيرفر ده. على سبيل المثال هنعمل كونفيرت للسيرفر اللي احنا شغالين عليه ده. بعد ما اعمل له انستليشن عليه اروح افتحه، بيديني هنا اكتر من اوبشن فروم لتو. ممكن تعمل فروم هذا السيرفر او الجهاز اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، هعمل له كونفيرت، هو اسمه في سنتر، هعمل كونفيرت لهذا السيرفر الى ايه، الى زين سيرفر، او ان انا احوله الى VHD هارد ديسك، ممكن اضيفه في فيرتشوال ماشين تانية، او ان انا احوله الى OVF. احنا لو فاكرين ايه عباره عن ايه، عباره عن ابلاينس سيرفر، بحوله الى فيرتشوال ماشين جاهزه ممكن اعملها امبورت بعد كده لاي جهاز تاني، او اعمله حاجه اسمها بروفيشنال سيرفيس ديسك، وده هناخده ان شاء الله في كورس الزين ديسكتوب. ده عباره عن هارد ديسك بيحتوي على نظام تشغيل وممكن الماشين تبوت منه من اوفر نتورك، حاجه كده عامله شكل VDI عندنا، بس مش VDI انستليشن، انما هي VDI ان هو يعمل يشتغل على نظام التشغيل ويكون الجهاز بتاعه من غير هارد ديسك، ويبوت من الهارد ديسك ده اللي موجود على الهارد من اللي موجود على السيرفر. ايا كان، انا مثلا على سبيل المثال عاوز احول السيرفر اللي احنا واقفين عليه ده الى الزين سيرفر، او ان انا ممكن اختار حاجه تانية، ممكن احول هارد ديسك بارتيشن معين في السيرفر بتاعي، او احول VHD فايل سواء جاي من Hyper-V او هارد ديسك خاص بشركه فيرتشوال ماشين بشركه VMware اللي هو VMDK. طبعا ال VHD ده اكبر مثال للهايبر-V، ال VMDK ده خاص بVMware، او ان انا عندي OVF فايل احوله، او ان انا عندي زين ابلاينس اللي هو XVA ده عباره عن فيرتشوال ابلاينس خاص بشركه Citrix. انا هجرب كده ان انا امكريت فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين ده اصلها هاردوير اللي هو السيرفر اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، احولها الى سين سيرفر. بيسالني هنا ان انا عندي اكتر من بارتيشن، هل هتحول كل البارتيشنات ولا هتستخدم بارتيشنات معينه؟ على سبيل المثال انا هعمل كونفيرت للسي بس، وبيقول لي السي حجمها قد ايه، ده السايز توتال ما يقارب 200 جيجا، منهم اليوزد 90 جيجا والفري ما يقارب من 110 جيجا. ممكن اقول دلوقتي طيب انا مش عاوز اخد الهارد ده كله، مش عاوز يبقى 200 جيجا، انا بس عاوز اخد المساحه اللي هي اليوزد، فهنا بقلل الحجم من هنا، اقول مثلا انا هشيل 100 جيجا من عندي. الهارد اللي اتكريت عباره عن الهارد اللي هو مستخدم بس اللي هو ما يقارب من 90 جيجا. بيسالني هنا على الاي بي الخاص بالزين سيرفر، على سبيل المثال 10.192.168.202، اليوزر نيم الخاص بالسيرفر، الباسورد الخاصه بالزين سيرفر. وهنا بيسالنا على سؤال غريب شويه، حاجه اسمها الورك سبيس. الورك سبيس هو هنا مش زي ما احنا بنعمل مثلا كونفيرت عن شركه VMware او غيرها ان هو بيعمل كونفيرت مباشره على السيرفر، انما هنا بيعمل شيء مختلف شويه، ان هو بيعمل كونفيرت الاول على هارد ديسك للفيرتشوال ماشين ديت، وبعد كده بيعمل امبورت للفيرتشوال ماشين موجوده على الهارد ديسك ديت الى الزين سيرفر. يعني بيعمل العمليه على خطوتين، يحول الاول السيرفر الى فيرتشوال ماشين، وبعد كده يعمل امبورت الفيرتشوال ماشين ده على الزين سيرفر. لذلك احنا هنحتاج ان احنا نحدد بارتيشن معين يكون فيه فري سبيس تحتوي على حجم السورس اللي هو السي بتاعنا او البارتيشن اللي احنا اخترناه في عمليه كونفيرت. نيكست، ده اسم الفيرتشوال ماشين اللي بعد ما تتكريت، ممكن تغير اسمها عن الموجود، وبعد كده تقدر تعمل كونفيرت عندك زي ما هنشوفنا. ده السورس بتاعنا، اسم الماشين السي، عاوزين نعملها كونفيرت. الديستنيشن عندنا وهي ريدي دلوقتي، وتقدر تعمل بروجرس عندك يبدا يعمل عمليه التحويل. بعد ما يبدا عمليه التحويل بينتهي منها، وبعد ما ينتهي بيقول لك خلاص الماشينز بتاعتنا بقت جاهزه، بس جاهزه على الهارد ديسك بتاعنا اللوكال هنا، على سبيل المثال على الاي بعد ما احول السي عندي. بعد كده بيقول لك هتعمل لها امبورت على السيرفر بتاعك، الخطوه التاليه هتعمل لها امبورت. للاسف مش هنقدر نعمل الموضوع ده بشكل عملي، ان هو هيستغرق وقت طويل قوي 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 عندنا، لكن هي كونشاست كونفيرت وبعد كده بتعمل له امبورت وانتهى الموضوع عندنا. مش هنحتاج اكتر من الاوبشنز اللي احنا شفناها دلوقتي. ممكن طبعا تستخدم بعض السوفت وير تاني فيها فيتشر اعلى وفيتشر احسن موجوده سيرت بارتي. لو عملت كده سيرش في جوجل ببساطه، قلت سيتريكس كونفرتر او سيت كونفيرت فيرتشوال ماشين تو سيتريكس او كونفيرت فيزيكال سيرفر تو سيتريكس، هيجيب لك بعض البرامج السيرت بارتي، منها فريس ومنها بفلوس، تقدر تستخدمها عشان تقدر تعمل عمليه الكونفيرت دي. يبقى شفنا دلوقتي ازاي نقدر نعمل كاريت ماشين فروم سكراتش، نقدر نعمل امبورت الفيرتشوال ماشين ابلاينس، نقدر نعمل كونفيرت الفيرتشوال ماشين سواء فيزيكال او سواء فيرتشوال عندنا. طيب نتنقل لنقطه ثانيه بعد كده اللي هي موضوع التمبلت والكلون. نقطتين مرتبطين مع بعض. ايه التمبلت ده؟ احنا لو لاحظوا كنا من شويه كنا بنتكلم نقول عندنا تمبلت. التمبلت دي اللي هي عباره عن السيتنجز الديفولت لشركه فيم وير عاملاها لنا، كنا بنعمل كده يقول لك دي تمبلت، لكن دي ماهيش او اس كامل، ده هي بس جاست كونفيجريشن لو اس عشان نقدر نعمل بعد كده انستليشن جواها للويندوز بتاعنا والسوفت وير وهكذا. لكن انت لو اوريدي عندك فيرتشوال ماشين جاهزه زي على سبيل المثال زي اللي قدامنا دي الويندوز 7 ده، وعملت له انستليشن للسوفت وير وعملت انستليشن لبعض السوفت وير شكل الاوفيس شكل البرامج الاي ار بي سيستم شكل ادوبي وغيرها، وبقت النسخه دي جاهزه وعاوز استخدمها عشان اعمل منها كوبي لاكتر من يوزر اخر، بدل ما اعمل انستليشن جديد لكل يوزر كارت له فيرتشوال ماشين وابدا من الصفر وانزل برامج الانتي فايروس والسيستم والاوتلوك وغيره، لا ده انا هعمل كوبي من الفيرتشوال ماشين. عمليه الكوبي هنا بنسميها الكلون، انا بقدر اعمل كلون او بعمل نسخه طبقا للنسخه اللي بعمل منها كوبي، نفس النسخه بشكل كامل بعمل لها كوبي عندي. طيب العمليه دي معروفه وحاجه موجوده جدا عند شركه فيم وير وعند مايكروسوفت، ما فيهاش جديد. الجديد عندنا هنا عند شركه سيتريكس ان هو عنده نوعين اتنين من الكوبي. لما بعمل كده رايت كليك عشان تقدر تعمل كوبي، بس لازم اعمل دلوقتي شات داون للفيرتشوال ماشين الاول عشان نقدر نعمل كلون. لما اجي دلوقتي اعمل عمليه كوبي عند الفيرتشوال ماشين كوبي فيرتشوال ماشين، هلاقي عندي اتنين اوبشن، حاجه اسمها فاست كلون وحاجه اسمها فول كلون. ايه الفرق بين فاست كلون وفول كلون؟ الفول كلون ده الشكل اللي هو ستاندر عندنا اللي احنا دايما متعودين عليه، ان هو بيعمل كوبي من كل الفايلات الخاصه بالفيرتشوال ماشين ديت سواء ملفات كونفيجريشن او ملف هارد ديسك، وبيعمل منها نسخه جديده بالاسم الجديد اللي احنا هنديهوله. على سبيل المثال نقول مثلا ويندوز 7 رقم 2، يبقى كده كارت فيرتشوال ماشين كامله في فولدر خاص بيها ايزوليتد عن الماشين الاولانيه، بيحتوي على كل الكونفيجريشن طبقا للاولانيه. ده الشكل العادي والشكل اللي احنا متعودين عليه. لكن عندنا صوره ثانيه من صور كلون اللي هي اسمها فاست كلون، ده شكل جديد شويه احنا مش متعودين عليه في عالم الفيرتشواليزيشن سواء عند شركه فيم وير او عند شركه مايكروسوفت. وهو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انت بتكريت الماشين الجديده، الماشين الجديده ديت مش بتعمل كوبي من الهارد ديسك بتاع الماشين القديمه، انما انت بتعمل ايه؟ بستخدم الهارد ديسك اللي اوريدي اكزيستنج بتاع الماشين الاولى اللي هي على سبيل المثال ويندوز 7.1، بيستخدم الهارد ديسك بتاعها اللي هو بيحتوي على الاو اس بالبرامج، وبيكريت هارد ديسك تاني صغير فاضي تماما بيحط فيه الحاجات اللي هو بيكريتها. يعني مثلا اليوزر دلوقتي بيستخدم الاوفيس بتاع الويندوز الاولاني وكريت مثلا فايلات عنده اكسلات بيكريت ميل وهكذا، الفايلات دي ما بتتحفظش في الويندوز الاولاني اللي هو ويندوز 7.1، انما هي بتتحفظ في هارد ديسك خاص بالفيرتشوال ماشين ديت اللي هي 2. لذلك بيبقى دلوقتي عندنا اكتر من او اس بيبوت من هارد ديسك واحد. الهارد ديسك ده ممكن نعتبره دلوقتي ريد اونلي، كل الناس بتبوت منه وتشتغل منه، وكل ماشين بيكون عندها هارد تاني ريد رايت بيحط فيه الداتا الجديده الخاصه بيه. عمليه الفاست كلون سريعه جدا، مجرد ما بعمل فاست كلون بتخلص في خلال ثواني. ليه؟ لانه ما بيكريتش هارد ديسك، انما هو بيعمل مابنج للهارد ديسك الموجود في الفيرتشوال ماشين الاصليه وبيكريت هارد ديسك تاني عنده. الهارد ديسك التاني ده بيحتوي بس على السيتنجز الجديده الخاصه بيه. على سبيل المثال دلوقتي انا عملت مثلا الفيرتشوال ماشين ديت، لاحظ لما جيت في الاستورج بيشير لي على ايه؟ واجي في الاستورج بتاعته بيشير لي على الاستورج الاولانيه الخاصه بالفيرتشوال ماشين دي، ده الهارد ديسك بتاعها. طب ليه هو بيشير ليها؟ لان هو دلوقتي هيكريت هارد ديسك خاص بيه، بس الهارد ديسك ده فاضي ومفيهوش اي حاجه، وهيبوت من الهارد ديسك بتاع الفيرتشوال ماشين الاولانيه، ولما يحصل اي سيتنجز عاوز يعدل الباك جراوند او غيره ما بتتحفظش في الماشين الاولانيه، انها بتتحفظ في الماشين الثانيه. الشكل ده بنسميه عندنا اللينكد مود او اللينكد كلون او لينكد في ام، ده شكل موجود عندنا لكن مشهور في حالات الديسك توب اللي هو الفي دي اي، او سواء في ام وير فيو عندها هذا الموضوع اللي هي لينكد مود، او موجود عند زين ديسك توب في نفس القصه عندنا، ان احنا عندنا هارد ديسك واحد عليه الاو اس وعليه الابلكيشن وعندنا اكتر من ماشين بتبوت من الهارد ديسك ده الجديد عندنا. وده الاوبشن ده باي ديفولت مش موجود عند شركه في ام وير، انما موجود عند في ام وير فيو، لكن في ام وير سيرفر الفي سفير ما عندوش هذا الاوبشن عندنا. لو عاوزين نعمل كلون بشكل كامل طبعا بختار اوبشن الثاني واعمل فول كوبي واختار الاستورج بتاعتي. طبعا ده بياخد وقت طويل في عمليه الكوبي على اساس حجم الفيرتشوال ماشين الاصليه بتاعتي. الفاست كلون في ثواني بيعمل لي كوبي، لان هو بالفعل ما بيعملش كوبي في الحقيقه، ان هو بيعمل مابنج للهارد ديسك الموجود في الماشين الاولانيه وبيكريت هارد ديسك ثاني فاضي عندي. ده مثال للكلون او الكوبي. في شيء تاني اسمه تمبلت. تمبلت المصطلح ده موجود عندنا برك ومعروف قوي، معروف في الفيم وير والهايبر في. هو عباره عن ايه؟ ان انا بحاول الفيرتشوال ماشين بتاعتي ديت الى نسخه محدش يقدر يعدل فيها، محدش يقدر يلعب فيها، محدش يقدر يشغلها. على سبيل المثال ما اقدرش مثلا اعمل كوبي من ماشين وهي شغاله، او ان انا لو بعمل كلون من ماشين وحد عمل تغيير الكونفيجريشن بتاعها او شغلها فيحصل له كوربشن في الملف الماشينز الجديده اللي انا بعمل منها كوبي. لذلك احنا ممكن نخلي النسخه دي ستاندرد، خلاص عملت فيها كل السوفت وير بتاعي وكل الكونفيجريشن وعاوز احولها كده الى ماشين محدش يقدر يشغلها، انما بس انا هحولها لماشين تبقى ستاندرد ماشين جولد ايمج بتاعتي اللي هعمل منها كوبي باستمرار. ازاي اقدر احولها الى تمبلت؟ بعمل رايت كليك عليها وبعمل لها كونفيرت تو تمبلت. عمليه الكونفيرت هنا في غايه الخطوره من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هي وان واي، بمعنى ان انا لو حولت الماشين بتاعتي الى تمبلت ما اقدرش ارجعها تاني الى فيرتشوال ماشين، ما اقدرش اعمل كونفيرت فروم تمبلت تو فيرتشوال ماشين. ده بعكس شركه فيوم وير ممكن تحول لك التو واي من فيرتشوال ماشين تو تمبلت او من تمبلت تو فيرتشوال ماشين. لذلك لما تحول التمبلت مش هتقدر ترجع تاني في كلامك او تتحول الماشين تاني عندك. هو بيقول لك ار يو شور ان انت عاوز تعمل كونفيرت للفيرتشوال ماشين عندك ديت او لا، لان انت ما تقدرش تعمل اندو بعد كده. دلوقتي مجرد ما بعمل كريت كونفيرت تو فيرتشوال ماشين هتلاقي شكلها بقى مختلف عندي كده. ديت عباره عن فيرتشوال ماشين معمول لها تمبلت، ودي فيرتشوال ماشين من غير تمبلت عندي. لما تعمل رايت كليك عليها دلوقتي ممكن اعمل نيو فيرتشوال ماشين منها او كويك كريت. طبعا نيو فيرتشوال ماشين وزي ما هيسالك اسئله كتير، ممكن تعدل في الاو اس ده كهاردوير، اما كويك كريت هيعمل نسخه طبق الاصل من هذه الفيرتشوال ماشين، او ممكن تعمل لها اكسبورت، او ممكن تعمل لها كوبي كتمبلت جديده، او تعمل تريت للتمبلت او غيرها. ممكن تعمل اهو كريت كلون وكويك هيكريت لك كوبي من هذه الفيرتشوال ماشين عندنا. طبعا ده اكنك عملت تمبلت وبعد كده عملت منها كوبي زي ما انت عاوز. يبقى دلوقتي شفنا التمبلت وشفنا الكلون. مشكلة التمبلت عندي ان انت لما تعمل كوبي او تعمل تمبلت وبعد كده تعمل منها كوبي، مشكلة الكوبي عندي هنا زي ما احنا عارفين ان انت لما تعمل كوبي من او اس فالاو اس ده بيكون متشارك مع النيم بتاع الماشين، الاي بي بتاع الماشين، الماك ادرس بتاع الماشين، والاس اي دي بتاع الويندوز. لذلك ما ينفعش هذا التشابه يكون موجود في اكتر من ماشين في نفس النتورك في نفس اللام الخاصه بيا. يحصل هنا كونفليكت سواء في الماك او الاي بي او النيم او الاس اي دي، ويعمل لي مشاكل في الكونكشن عندي. لذلك بمجرد ما احنا بنعمل كلون للفول ماشين او بنعمل كوبي من التمبلت بتاعتي، بعد ما ينتهي من عمليه الكلون لازم نروح نغير هذه المعلومات. عشان تغير هذه المعلومات ممكن تروح تغيرها مانيوال، تعمل نيو اس اي دي ببرامج سوفت وير بسيطه، او تعمل رينيم للكمبيوتر، او تعمل رينيم للماك ادرس او للاي بي او غيره. لكن انت لو عاوز تعمل الكلام ده على اكتر من ماشين او عاوز تعمله بشكل سريع شويه، في عندنا التولز اللي هي موجوده باي ديفولت عن شركه مايكروسوفت اللي هي السوفت وير اسمه سيس بريب. ده ممكن تستخدمه عشان تقدر تعمل هذه الموضوع، وهو باي ديفولت بيكون بيلت ان جوه الويندوز سيرفر 2003 او 2008 او 2012 او ويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز فيستا. ده بيلت ان فيه، بعكس الويندوز اكس بي مش موجود بيلت ان فيه السيس بريب ده. بتروح تشغل السيس بريب ده وتروح تشغله ويعمل جنريشن لنيو اس اي دي، ويعمل جنريشن للسيريال نمبر سوري للماك ادرس والنيم بتاع الماشين والاي بي وغيره عندي. ممكن اشغل معاه انسر فايل عشان يقدر يعمل لي اكتر من ماشين يعمل لها سيس بريب في نفس الوقت عندي. ده عشان سيس بريب هنستخدمه ليه؟ عشان نتغلب على مشكله تشابه اسامي الماشينز اللي بعمل لها كوبي، او تشابه الاي بي وتشابه الاس اي دي وغيره. دلوقتي شفنا ازاي نقدر نعمل كلون وتمبلت وكونفرت. نتنقل للنقطه اللي بعد كده وهي الخاصه بالسناب شوت. السناب شوت كونسبت قديم قوي عندنا، موجود سواء في السيرفرات كلها الفيرتشواليزيشن، الفيم وير، سيتريكس، مايكروسوفت، ايا كان، او سواء حتى السوفت وير كلاينت اللي هو مثلا ورك ستيشن، فيموير ورك ستيشن، الفيرتشوال بي سي الخاصه بمايكروسوفت وغيرها. كنت بكريت اي ماشين ممكن اعمل منها سناب شوت. ايه فكره سناب شوت؟ طبعا كلكم عارفينها، هي عباره ان انا بوقف حاله الماشين عند ليفل معين وبتكريت لي كده هارد ديسك جديد في الفيرتشوال ماشين. ده مش بشوفه جوه الويندوز طبعا، انما هو بيكريته لي في الباك جراوند عندي، واي سيتنجز انا بعملها جديده من اول ما كريت السناب شوت دي بتتحفظ في الهارد ديسك الجديد ده. ليه؟ عشان يبقى عندي اختيار ان انا في اي وقت مثلا كنت بعمل تيست الابلكيشن، بعمل تيست الابديت، لو حصل لي مشكله بعد عملت هذه الابلكيشنز في الويندوز ممكن ارجع لحاله الهارد ديسك الاصلي وامسح الهارد ديسك الجديد، او ان انا ممكن استمر في الهارد ديسك الجديد واعمل ميرج بعد كده لو عجبني ونجح الموضوع التيست عندي. طبعا مفيش هارد ديسك بتظهر لليوزر، مفيش حاجه بتنضاف جوه الكمبيوتر، انما ده كله في الباك جراوند الخاصه بينا جوه الاستورج جوه الزين سيرفر عندي. ازاي نقدر نكريت سناب شوت عندي؟ لو جينا عند اي فيرتشوال ماشين انا مكريتها بنعمل رايت كليك عليها وبنعمل تيك سناب شوت. لما اعمل تيك سناب شوت عندي هنا بتعمل سناب شوت مثلا سناب شوت 1 وتعمل هنا ديسكريبشن. على سبيل المثال انا بعمل انستول ابديت، وعندك هنا كذا اوبشن بس طبعا هم مش اكتف لان الويندوز شت داون. انت اكدت سناب شوت ممكن تعمل حاجه اسمها كويزز في ام بيفور تيكينج سناب شوت. كويزز ان انت بتوقف الماشين، مش معنى ان انا بوقفها ان انا بعملها شت داون، ان انا بوقف اي سيرفيس عليها خاصه بنتورك او اي سيرفيس بتشتغل عندنا في الباك جراوند مثلا اي ار بي سيستم او داتا بيز او غيرها، بوقفها في اللحظه لغايه اما تنتهي من عمليه السناب شوت. اللحظه السناب شوت ما بتاخدش ثواني، فهي عشان ما يبقاش في داتا داخله عندنا جديده شغاله وانا بكريت السناب شوت، فبوقف اي سيرفيس او اي كونكتيفيتي شغاله مع الفيرتشوال ماشين ده. وعنده اوبشن تاني ان انا بكريت الفيرتشوال السناب شوت ده متضمن الميموري، ياخد سناب شوت من الميموري كمان، مش بس من الهارد ديسك يعملوا كريت ووقفوا على الحاله دي وكارت هارد جديد، لا ده بيكريت كمان الفيرتشوال ميموري عندي، بيكريت الستاتس بتاع الميموري. وده يفيدني لو انا عاوز ارجع لنقطه سابقه عندي وارجع الماشينز بتاعتي وهي شغاله، ارجعها وهي اوريدي على اخر حاجه كانت موجوده عليها وايه اللي كان موجود في الميموري عندي. لو انا ما عملتش الاوبشن ده وبحاول ارجع الماشينز بتاعتي من سناب شوت سابقه، الماشين دي بترجع مطفيه، لكن لما بحتاج الاوبشن بختار الاوبشن بتاع الميموري بيرجع لي الماشين ديت وهي راننج وموجود عليها اخر حاجه كانت مفتوحه على الميموري عندي. طبعا الاوبشن ده مش هيكون اكتف الا اذا كان الماشين شغاله وانا طبعا طافي الماشين. بعمل تيك سناب شوت الماشين بتاعتي دلوقتي اتاخد منها سناب شوت. لو جيت هنا في التاب السناب شوت الخاص بالماشين دي هلاقي بيجيب هنا بشكل جميل جدا الماشين قبل ما تتاخد سناب شوت والماشين بعد ما اتاخدت السناب شوت، واحنا حالتنا دلوقتي بيوريني دلوقتي ديت. لو احنا عندنا دلوقتي حالتين، اتنين يا اما ترجع للحاله الاصليه اللي قبل السناب شوت او وقت السناب شوت، او انت الحاله بتاعتك دلوقتي اللي انت شغال فيها. طب في اي وقت عندي ممكن اكري سناب شوت جديده، قلت تيك سناب شوت اسميها 2 هيجيب لي دلوقتي ان انا عندي كذا حاله. الحاله الاولانيه كنت مثلا نزلت سوفت وير وبعد كده نزلت ابديت عندي الويندوز، ممكن تعمل ديسكريبشن لكل حاجه عشان تبقى ريفرنس ليك، وانا دلوقتي شغال على الحاله اخر حاله عندي دلوقتي. ممكن في اي وقت انا مثلا لقيت ان في مشكله بعد ما نزلت الابديت، ممكن اي في لحظه اروح دلوقتي اعمل رايت كليك واعمل ريفيرت تو سناب شوت، برجع للحاله اللي كانت موجوده في هذا الوضع. ممكن اهوت واقول ريفيرت سوري تاني، لو عاوز تاخد سناب شوت قبل ما تبدا احتياطي اللي هو من الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. دلوقتي اتنقلنا لايه؟ دلوقتي اتنقلنا لهذه الحاله اللي انا شغال عليها دلوقتي. ممكن في اي وقت الغي السناب شوت، ديليت السناب شوت ده لو انا اوريدي لقيت السناب شوت فيه مشكله عندي، ممكن اعمل عمليه ديليت عند هذا السناب شوت وارجع للحاله الاصليه بتاعتي. اوكي، يبقى شوف انا زي دلوقتي كارت السناب شوت، ممكن ترجع للسناب شوت او تكارت او تدلت السناب شوت بعد ما تنتهي منها. النقطه اللي بعد كده وهي عباره عن الفي اب. الفي اب هو موضوع يعني ما هواش مستخدم في كثير من الشركات، لكن انت ممكن تستخدمه. الفي اب عباره عن كونتينر بتحط فيه اكتر من فيرتشوال ماشين داخل السيرفر. في نفس السيرفر او في داتا سنتر كامله. الفيرتشوال ماشين ديت لما تكون في في اب بيبقى عندي خاصيه ان انا ممكن اعمل ترتيب للبوتنج الخاصه بكل ماشين موجوده في الفي اب ده. على سبيل المثال لو عندي مثلا ابلكيشنز، عندي دومين، عندي اكتيف دايركت دومين سوري، عندي دي اتش سي بي، عندي دي ان اس، عندي فيرتشوال ماشين تحتوي مثلا على الميل سيرفر، اكستشينج، او غيره. لو جينا كده قلنا عاوزين نعمل بوتنج لهذه الفيرتشوال ماشين، المفترض مين اللي يعمل بوت الاول ومين التالي ومين التالت وهكذا؟ لازم طبعا ككونسبت اساسي لازم الدومين يشتغل الاول عشان اقدر اقوم بقيه السيرفيس شكل الاكستشينج. لو السيرفر اكستشينج عمل بوتنج وقام قبل الدومين، للاسف السيرفيس بتاع الاكستشينج مش هتشتغل لانها مرتبطه، لازم يكون الدومين قام الاول عشان هي مرتبطه بالاكونتات بتاعت اللي موجوده في الدومين. لذلك انا من خلال في اب ممكن ارتب ترتيب الفيرتشوال ماشين تقدر تشتغل ازاي عندي. على سبيل المثال علشان نكاية في اب بروح اختار اي سيرفر عندي في الداتا سنتر، ومن قائمه بول بعمل مانج في ابس. من هنا اقدر اكريت نيو في اب، اسمي الفي اب ده على سبيل المثال سيرفرز في ام، ممكن تعمل ديسكريبشن. بختار هنا الماشينز الموجوده على هذا السيرفر، على سبيل المثال انا عندي 2 بس فاختارهم. نيكست، هنا بختار بقى الترتيب بالبوتنج، اختار مثلا السيرفر ده يقوم قبل ده او العكس، وبختار الوقت اللي بينهم وبينهم بعض. على سبيل المثال هخلي السيرفر الاول ده هيشتغل هو الاول ويبوت السيرفر اللي بعده بعد 30 ثانيه، السيرفر التاني ده هيبقى رقم 2، ولو في سيرفر بعده يبوت بعد 30 ثانيه. يبقى دلوقتي ده هيبدا الاول، وبعد 30 ثانيه التاني يبدا، وبعد 30 ثانيه ممكن تغير القيمه ديت اللي بعده يبدا وهكذا. ده موضوع في غايه الاهميه جدا لو انا ببوت ماشينز ورا بعض وعاوز الترتيب الصحيح ليهم لانهم لو معتمدين على بعض. بعمل نيكست وفينش عندي، يبقى دلوقتي كريت في اب ممكن اشغلها. على سبيل المثال لو جيت شغلت دلوقتي الاقي لما اعمل تشغيل هيبوت الاول ده ثم التاني عندي. ممكن ادلت هذه الاوبشن او ممكن اضيف البروبرتيز واغير الترتيب زي ما انا عاوز، مفيش اي مشكله عندي في الترتيب. لو هضيف ماشين ممكن تضيف ماشين جديده عليهم لو انت عاوز، او ممكن تعمل امبورت للسيتنجز خاصه بفي اب جاهزه عندنا. وممكن على فكره تعمل اكسبورت لهذه السيتنجز عندك للفي اب دي، ممكن تعملها اكسبورت عشان تستخدمها، ممكن تعملها امبورت على جهاز تاني عندنا من خلال اوبشن خاص باكسبورت عندي شكل ما احنا شايفين. اكسبورت يعني بيعمل اكسبورت للسيتنجز الفي اب، مش بيعمل اكسبورت للفيرتشوال ماشين موجوده في الفي اب، ما بيعملش يعني اكسبورت للفيرتشوال ماشين يبقى حواليها الابلاينس او غيره. ده فكره الفي اب ببساطه، وهي نفس فكرتها وبنفس الاسم بتاعها عند شركة VMware. آخر حاجة عندنا هناخدها في الدرس بتاعنا النهاردة هو الديناميك مور، ودي فيتشر موجودة عند شركة سيتريكس، هي موجودة عند شركة VMware برضك لكنها بشكل تاني، وعملوها مؤخرا عند شركة مايكروسوفت في الهايبر في، بس النسخة الار 2 الموجودة في ويندوز سيرفر 2008. إن أنا ممكن أقدر أدي للماشينز بتاعتي رينج ميموري بيبدأ بحد أدنى وحد أقصى. على سبيل المثال ماشينز بتاعت الويندوز مثلا سيرفر أقدر أقول مثلا إن هي تديها ميموري مثلا عاوزين ده 4 جيجا، لكن بالفعل أنا مش هديها 4 جيجا دولت ديتيكيتد ليها، إنما إيه؟ هقول لها أنت ممكن تبدأي على الأقل ب 1 جيجا وتقدري تزيدي على حسب احتياجات هذا الفيرتشوال ماشين إلى أقصى حاجة 4 جيجا. فدلوقتي انا عملت هذا الاوبشن ليه؟ عشان ادي الماشين احتياجاتها حسب ما هي محتاجه، ومن ناحيه ثانيه ان انا اوفر الميموري ديت لو في ماشينز ثانيه اقدر اشغلها على السيرفر ويتشاركوا في حجم الميموري اللي الماشينز الاولانيه ما استخدمتهاش. على سبيل المثال لو قلنا الماشين الاولانيه ديت احنا مدينا 4 جيجا لكن بالفعل هي استخدمت 2 جيجا، فبالتالي ممكن ال 2 جيجا الثانيه الفاضيين ممكن اي ماشين ثانيه تستخدمهم، وكده يحصل مشاركه للميموري بتاعتي. ممكن اشغل اكبر عدد ماشين حتى لو التوتال بتاعهم اكبر من التوتال فيزيكال ميموري الموجوده في السيرفر عندي. عشان اطبق خاصيه الدايناميك ميموري هنحتاج ان يكون السيرفرات بتاعتنا متاكتفه بلاينسز سواء ادفانسد او بلاتينيوم او انتربرايز، مينفعش يكون السيرفر بتاعنا فري ديشن عشان نقدر نعمل الدايناميك. لذلك هنأجل هذا الفيتشر نقدر نطبقه بشكل عملي الى لما ناخد ان شاء الله المديول الخاص بالكلاسترنج، وهوريكم ازاي تقدر تعمل دايناميك ميموري لاي فيرتشوال ماشين خاصه بيك وتعمل لها رينج المينيمم والماكسيمم ليها عشان تقدر تعمل توفير للميموري الخاصة بالسيرفر، وتقدر تعمل عدد أكبر من الماشين تقدر تشتغل على نفس السيرفر عندنا. بكده يا جماعة نكون اتعلمنا في الدرس الخاص بالفيرتشوال ماشين ازاي نقدر نكريت فيرتشوال ماشين سواء فروم سكراتش نيو فيرتشوال ماشين باستخدام التمبلت الخاصه بشركه VMware، او احنا ممكن نعدل في التمبلت دي شكل ما شفنا، او انت تعمل امبورت الفيرتشوال ماشين جاهزه كابلاينس، او ان انت هتستخدم تحول فيرتشوال ماشين فيزيكال تو فيرتشوال، او تحولها من فيرتشوال تو فيرتشوال من بلاتفورم مختلف. وشفنا الماكسيمم هاردوير اللي ممكن اعمله في اي فيرتشوال ماشين سواء بروسيسور او ديسك او سيدروم او نتورك. وبعد ما تعمل كاريت فيرتشوال ماشين هتحتاج ان انت تعمل انستليشن للسيتريكس تولز، بعد كده ممكن تعمل كوبي من هذه الماشينز بعد ما عملت لها كونفيجريشن بتاعتها، سواء كوبي من فيرتشوال ماشين او سواء تحول الماشين دي الى تمبلت الاول بعد تعمل منها اكتر من نسخه كوبي. عرفنا عشان تقدر تحل مشكله الكونفليكت في النيم والاي بي والماك والاس اي دي ان انت بتعمل السيس بريب سوفت وير او اي سوفت وير ممكن يعمل لك هذا الموضوع، او بشكل مانوال. تعلمنا ازاي نقدر نعمل كونفيرت، ازاي نقدر نعمل سناب شوت عندنا من فيرتشوال ماشين عشان نحافظ على الحاله بتاعتها بدون ما تحصل فيها كوربشن او غيره، ونقدر نرجع للحالات السابقه زي ما شفنا في المثال. وشفنا اخر حاجه عندنا اللي هي الفي اب، ازاي نقدر نعمل في اب وترتب فيها بعض الماشين وتعمل ترتيب في البوتنج للفيرتشوال ماشين الخاصه بيها. واخر حاجه عندنا شفناها بشكل نظري حتى الان اللي هي دايناميك ميموري، انت تقدر تعمل رينج للماشينز بتاعتك ماكسيموم ومينيموم من الرامات عشان تقدر تستخدمها عندنا، وتوفر لنا رامات عشان نقدر نبني ماشينز جديده عندنا في نفس الهاردوير عندنا. متشكر جدا لحسن استماعكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم الخاص بالكلاسترنج واللوب بالانس والفيو والزين موشن عندنا. كان معاكم مهندس خالد الدسوقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.